أولا كون المنطقة لابد سمعنا وين مشكلة بزاف الناس اللي ساهموا وداروا هذه المنطقة من خلال جمعية أدران. كنشكر بزاف الصديق والأخ الأستاذ الحجاج حسن. هذا اساسيا كنعرفوا بان التكوين سبب التوجيه قبل من التكوين، يعني الطالب الا ما كانش موجه مزيان التكوين ديالو غادي يكون غالبا ماشي والد. وبهذا غنقول جوج كلمات للاباء والمجيهين والاساتذه والطلبه بالخصوص من التلاميذ المقبلين باش يدخلوا الجامعه. التوجيه ديالكم خصكم تاخذوه بيديكم نتوما 98%، ماشي والديكم ماشي الاساتذه ديالكم وماشي حتى المجتهد ديالكم. المجتهد بالضبط عنده واحد سميتو الضوء كبير، ولكن ما نقدرش نمشي ندير طب الا ما كنشوفش راسي باغي نولي طبيب، ما يمكنش نمشي ندير انجينير الا ما كنشوفش راسي غادي نولي انجينير. دونك هذه مهمه، زوروا المجتهد ديالكم، زوروا الاساتذه ديالكم، تشاوروا مع الاباء ديالكم، لكن القرار الاخير خصكم ديالكم. دونك هذا الشيء غادي ندوز لكم لحقاش حاجه لا باش تقريبا سميتو عرضوا سيدي فرص التكوين اللي كاين في المنطقه. ثلاثة فروع، الفرع الأول لازم نقول لاركتيكتور، يعني جوج ديال الكور لازم نقول لي تحفظ بيت عام ولي كنطلع فيها أنا وزيري لا تخدمني، فيها سان سبيساليتي سورا دي داتا، ذكاء اصطناعي، ديفلوبمون ويب، روبوتيك لا روبوتيك، وي كاين جيني سيفي، جيني ميكانيك، جيني دي بوسيبي، اي جيني الكتريك. ابخي كاين لاركتيكتور اللي هي سيزون ابخي الباك. C'est une école qui vous donne l'opportunité d'être un ingénieur en architecture. Après, il y a le pôle socio-humain et social pour les gens qui vont dans l'être et les sciences économiques. Et après, le pôle santé. Je vous laisse avec le professeur qui est responsable de ce pôle de vous donner plus de détails sur ce pôle. Merci. حيث الصحة كما لدرجة أن عندهم إيبوس، يعني منحة باش كيجيو يقراو في جامعات كنعتبر أنا شخصيا باش نبقاش خدام فيها، تسبب واحد الجامعة من الجامعات الوطنية اللي هي زعما مواطنة ديجا من خلال هذا الإيبوس، وثانيا تكون ديالها وبحث علمي زعما أونيتمون كيساير إلى حد ما ما يقع في الخارج. Et je parle de moins en deux bourses. Donc, le rapport à l'écran, parce qu'à l'époque, comme si vous êtes sur vous, on a l'air d'ailleurs, on a l'air d'avoir, elle vient sur Julien Marie, on a vu les gens, et on présente le premier rang, et on a vu le premier rang. Donc, quand tu es intéressé, quand tu profites d'un pourcentage de
التيب دو بوسلي هي لو كان بروفيتور في هويه تاع الفونداسيون ادال هي لا بوس دو ميري لا بوس دو ميري تدخل فيها دو كريتير لو كريتير الاول هي ديفيرونس كوم ديما كتعرفي ديما كومبليمون ديما تكون متميز وان شاء الله تكون كامل متميزين ولو كريتير الثاني السلام عليكم، معكم مرحبا حموني الثانية بكالوريا علوم فيزيائية خيار فرنسي. السلام عليكم، معكم دعاء أثماني تلميذة ثانية بكالوريا في خيار فرنسي. اليوم احنا في المنتدى الإقليمي ديال جمعية أدرار. الحمد لله البارح جمعة واليوم السبت استفدنا مجموعة من الحوايج اللي كنا غافلين عليها، والحمد لله كان التلاميذ من ثالثة إعدادي اللي جاو كيستافدوا. الشيء اللي كيفرحنا أن نشوفوا تلاميذ مازالين في الإعدادي ومهتمين وكيتعرفوا على مدارس جداد، منها غيكونوا مشروعهم الشخصي وهما في سن مبكر. عاونونا بزاف باش أننا نحددوا مودولاتنا ونحددوا المدارس اللي غنديروها من بين لي بلان الأولى. وكنبغيو نشكروا السي حسن حجاج رئيس جمعية أدرار، وكنشكروا كل من ساهم من قريب أو من بعيد باش أنهم يوصلوا لنا المعلومة وأنهم يعاونونا باش أننا نديروا المسار الصحيح في حياتنا الدراسية والعملية كذلك. كنشكروا جمعية أدرار. السلام عليكم، مرحبا بكم. أنا سيدة في كنقرأ دراسة الفرادي في مدرسة الحسوب.
شهادة تحت القراءة العربية وكنت متأهلة الإقصائية الطبقية تحت القراءة العربية. وأنا هنا كنحضر فعالية المنتدى الإقليمي حول الدراسة التقنية في المهن تحت شعار التوجيه المدرسي والجميع والجميلي رافعة للارتقاء من جودة منظومة التربية والتكوين. يعني إحنا يحضرنا هنا هذا المنتدى لأننا نعتبره مفيد جدا لجميع هذه اللي حاضرين هنايا. عبر هذا المنتدى هذا نقدر نعرف جميع يعني جميع الأشياء اللي تقدر تفيدنا في الحياة ديالنا إن شاء الله في التكوين ديالنا وفي المهن ديالنا. وكنشكر جميع الساهرين على نجاح هذا المحتوى.